بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية. بالليل الجو هيكون مائل للحرارة رطب على كافة الأنحاء، وفي كمان ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم، وده بيزود من إحساس الحرارة في الطقس. في كمان شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك، وطمنينا عن حالة الطقس وحالة يعني ارتفاع درجات الحرارة الكبير ده، مكمل معانا لحد امتى؟ هو بالفعل اليوم مستمر معانا تأثرنا بالموجة شديدة الحرارة اللي بتأثر علينا منذ الأسبوع الماضي ومكملة معانا على الأقل لنهاية هذا الأسبوع. ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة مع ارتفاعات نسب الرطوبة بشكل كبير، ويمكن نسب الرطوبة هي العامل المهم جدا في الموجة دي لأنها بتزود إحساسنا بارتفاع كبير بدرجات الحرارة. نسب الرطوبة بتتجاوز 95% على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، تجاوز 90% على القاهرة الكبرى، فهي مرتفعة بشكل كبير ودايما بتخلي درجة الحرارة المحسوسة عالية جدا. يمكن احنا بنتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي اللي دايما معاه كتل هوائية قادمة من على البحر المتوسط وبتحمل بكمية كبيرة من بخار المية، يعني ارتفاع كبير في نسب الرطوبة، بالإضافة كمان امتداد المرتفع جوي في طبقات الجو العليا بيحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض ويساعد على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، فبالتالي ارتفاع قيم الرطوبة مع ارتفاع درجات الحرارة يخلينا نحس بالأجواء شديدة الحرارة الرطبة. يمكن اليوم المحسوسة على القاهرة الكبرى تتجاوز 42 درجة مئوية بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، فأجواء فترة النهار هي أجواء شديدة الحرارة الرطبة في معظم الأنحاء. كمان ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة بيكون فترات الليل، فترات الليل أجواء بتكون أجواء مائلة للحرارة الرطبة في معظم أنحاء الجمهورية، خاصة كمان ان خلال هذه الايام فيه هدوء نسبي للرياح، هدوء سرعات الرياح بتساعد على مزيد من الاحساس بنسب الرطوبة ومزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة. خلينا ناكد كمان ان اليوم متوقع يكون فيه نشاط للرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، وده بدوره هيؤدي لارتفاع الامواج واضطراب حركة الملاحة البحرية على شواطئ العلمين ومطروح والاسكندرية. طب الرياح دي مصاحبة برمال واتربة مثلا؟ لا، هي رياح قادمه من على البحر المتوسط، يعني رياح شماليه غربيه غير محمله باي اتربه ورمال مثاره، لكن هتجعل المناطق المطله على البحر المتوسط وتحديدا اللي احنا قلناها اسكندريه ومطروح والعلمين الشواطئ غير مؤهله لاعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. فالساده المصطفين على شواطئ سواحلنا الشماليه الغربيه لازم ناخد بالنا وناخد حذرنا بشكل كبير، لان ارتفاع الامواج بيتجاوز 2.5 متر بيوصل ل 3 متر، فناخد بالنا بشكل كبير. كمان لسه مستمر معانا فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر، يعني تكون شبوره مائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. الشبوره المائيه دي هي شبوره مائيه يعني خفيفه بتتلاشى فور سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا الساعه 7-8 صباحا الشبوره المائيه بتتلاشى، وان شاء الله مع مطلع الاسبوع اللي جاي يبدا ياثر علينا منخفض جوي في طبقات الجو العليا، هيحصل يعني انكسار لحده الموجه دي، او حده الموجه دي هتقل باذن الله تدريجيا، نعود للاجواء الصيفيه المعتاده لمثل هذا الوقت من العام اللي هي دايما معروفه بدرجات حراره حول المعدلات واستمرار ارتفاع نسب الرطوبه، لكن طبعا هتبقى اقل من اللي احنا شهدناه خلال يعني الاسبوع ده او الاسبوع الماضي، خاصه كمان ان احنا مع مطلع الاسبوع اللي جاي هيكون في نشاط نسبي للرياح هيساعد على تلطيف الاجواء، فاحنا هنحس بعوده الاجواء الصيفيه باذن الله. لكن مهم جدا لازم ناخد بالنا ونعمل احتياطاتنا بالشكل الكبير، واهمها تجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيره تحديدا، ولو اضطريت ابقى موجود في الشارع في الفتره دي لازم يكون معايا غطاء للراس، شمسيه او كاب، اي شيء يحميني من اشعه الشمس المباشره، وكمان بلاش افتح اشعه الشمس لفترات طويله. نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل واهمهم الميه، تبقى ازازه الميه موجوده في ايدي على مدار اليوم، ونرتدي الملابس القطنيه الاستفاضه فاتحه اللون، وطبعا نتواجد في اماكن جيده التهويه، ده هيساعدني على عدم الاحساس بنسب الرطوبه بشكل كبير. طيب لحد ما تنكسر موجه الحر اللي احنا عايشين فيها لحد اخر الاسبوع، تنصحينا باماكن فين بالظبط ان احنا نخرج فيها ونتفسح فيها؟
هي في الغالب اقل المناطق درجات حراره هي سواحلنا الشماليه، المحافظات المطله على البحر المتوسط ككل بيكون متوسط درجات الحراره في المناطق دي بتكون ما بين يعني 33 34 درجه مئويه بالكثير. بيكون كمان في نسيم البر ونسيم البحر او نسيم البحر تحديدا بيلطف الاجواء نوعا ما، لكن المناطق دي بتكون اعلى رطوبه، فناخد بالنا برضو من ارتفاعات نسب الرطوبه وناخد بالنا لو في اضطراب ملاحه بحريه على اي مناطق من شواطئ البحر المتوسط. بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجة الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 38 والصغرى 27، العاصمة الإدارية 38-26، اسكندرية 33-24، العلمين الجديدة 33-25، مطروح 32-23، ودمياط 25-35، بورسعيد 36-25، الإسماعيلية 39-26، السويس العظمى فيها 39 والصغرى 26، العريش 36-24، كاترين 37-19، وطابة 40-26، حلايب 38-31، شلاتين 41-30، شرم الشيخ 42-30، الغردقة 42-30. لو رحنا للفيوم العظمى فيها 40 والصغرى 26، بني سويف 40-26، الوادي الجديد 45-28، أسيوط 42-26، سوهاج 43-27، وقنا 44-28، الأقصر 44-29، وأخيرا أسوان العظمى فيها 45 والصغرى 29. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية نروح لجمعنا ومصطفى نكمل معهم باقي فقراتنا. نشكرك شكرا جزيلا يا لمى. شكرا يا لمى.